مشاهدينا اهلا بكم، كيف الحال؟ في حلقه اليوم غادي نهضروا على واحد من مواضيع الساعه اللي هو الذكاء الاصطناعي واللي تخلل كل مناحي الحياه ديالنا بما في ذلك مجال العمل. في الحديث اكثر اليوم على انه هناك اللي كيسميهم الاخصائيين دي تشات بوت، هما اللي كيختاروا شكون الناس اللي غادي يشتغلوا معهم، وهذه مساله اللي عوضوا فيها الانسان وعقل الانسان. لالا سناء، مرحبا، صباح الخير. اهلا وسهلا، مرحبا بك وشكرا على تلبيه الدعوه مره اخرى. مرحبا بك لالا عزيزه، احنا سعداء اننا غادي نستافدوا من الخبره ديالك الكبيره في هذا المجال ديال الموارد البشريه كذلك، وديال مجال العمل وسوق العمل. وتنعرفوا انه ما كاينش اسره مغربيه ما يكونش عندها على الاقل شخص واحد اللي كيشتغل مثلا في هكذا في مقاوله، او لا توجدوا وليداتهم لهذا المجال. فهناك اليوم واحد الانفتاح على هذا العالم هذا ديال الموارد البشريه، باش نعرفوا ونفهموا كذلك علاش كتكون البطاله بعض المرات، شنو هي الحوايج اللي خصنا نديروها باش اننا زعما نحصلوا على واحد العمل اللي كيناسب التطلعات ديالنا، كيناسب الدبلوم ديالنا الى غير ذلك. وكاينين الناس المتخصصين في هذا الشيء بحالك، يعني هذا هو الدور ديالهم، انهم تلقاو الاشخاص المناسبين في الشركات المناسبه. اكزاكتو. اليوم غادي نهضروا على كيف ما سمعتي على الذكاء الاصطناعي. وباش ما نخبيش على الناس، هذا كان اقتراحك سيده سناء. والذكاء الاصطناعي دار لينا واحد الطفره هكذا في العالم، ولينا كنخافوا منه. هذا شويه بدا كيتستعمل، شويه بدينا كنسمعوا طلبه كيستعملوا، شويه ولاو الاساتذه مثلا في الجامعات ولا في هذا تيولفوا تيسانسوا ولاو تيقلبوا على حوايج اخرى في بلاصه ما غيلوموا مثلا طلبه علاش مشيتي استعنتي بالذكاء الاصطناعي. تيقول لهم الطريقه باش غادي تشتغل في الذكاء الاصطناعي، جو بونس كو سي بلوز انتيليجون، لانه ما يقدروش يحبسوا واحد الحاجه اللي جايه هاجمه. يعني الصناعات الرقميه في مجال الشغل، ما بين كيف ما قلت قبيله مؤيد ومعارض، كاين بزاف الناس اللي عندهم هذا التحفظ، كاين بزاف الناس اللي كيخافوا، كاين الناس اللي غيحسوا براسهم تظلموا بسبب هذا الذكاء الاصطناعي وهما تيبحثوا على العمل. انت شرحي لينا هذا البروسيس كيفاش داير. شكرا للعزيزه، وكنشكرك على هذه الضيافه هذا، وكذلك اون فيت لهذا الموضوع اللي هو موضوع اللي كنشوفوه حاليا لا في المجال ديالنا الشخصي، اللي كنشوفوه الذكاء الاصطناعي خذا واحد يوميا خذا واحد المكانه كبيره عندنا في الحياه ديالنا، وكذلك الحياه هذاك العمليه كما شرتي ليه. كذلك حقا هو بدا الاكثريه في المدارس وفي الجامعات اللي بداو الطلبه كيشتغلوا به، واخا كان واحد التحفظ من الادارات ديال الجامعات ولا ديال المدارس. انا كنهضر على الذكاء الاصطناعي ملي وصل للعموم طبعا، وكان كيتستعمل في مجالات اخرى، ولكن ملي وصل للعموم بدا كيتستعمل هكذا في المدارس والجامعات. في الجامعات وكان واحد التحفظ اللي حيت علاش يعني بحال غادي سميتو الانسان ما يبقاش هذاك يخدم الانتيليجنس ديالو، ما يخدمش الافكار ديالو، وغيخليه كذلك ما يمشيش انه يمشي يقرا الكتب اللي غادي يتعلم منهم ويقلب لي ريسيرش. فوالا كوم تي. ودابا هاد السنوات الاخيره شفنا واحد التطور كبير في هذا المجال ديال الذكاء الاصطناعي اللي دخل الشغل العمل. الشغل العمل في المجال ديال الشغل يعني وسوق الشغل هكذا والمقاوله. حنا كخبراء ديال الموارد البشريه هذا حسينا به واحد الوقيته في الشركات، اللي ولينا كنشوفوا حتى لي بريزونطاسيون ولاو كيداروا بواحد الجمل اللي ما عندهمش لو سونس. سي فغي، وي ما عندهمش واحد لو سونس، يعني كتبان لك ان الانسان ما دارش واحد المجهود كبير. هذوك كتهضري على الناس يعني استعانوا بالذكاء الاصطناعي باش يديروا مثلا لي زانتربريز ديالهم، البريزونطاسيون ديالهم، لي كونفيرونس ديالهم. حنا كخبراء الموارد البشريه لو بروسيس ديالنا حنا تيبدا بالريكروتمون. وحنا شفنا في بلدان هذه شحال كانوا كيستعناو دي زوتي دي زابليكاسيون اللي كانوا كيعاونوهم في لا سيليكسيون ديال لي كونديدا. حنا تيم في المغرب كنا كنشوف داك الشيء بعيد، ماشي ما واصلش. لكن هذاك العوامات الاخيره والشهور الاخيره شفنا بان دخل عندنا في الميدان ديالنا، ولات دابا لا سيليكسيون كاريمون كدار بان اوتي دو سيليكسيون دو سي في. هما اللي كتسمعوا لي تشات بوت؟ لا لا لا، هذوك بوحدهم. لا تشات بوت يربي في الانترفيو. اكزاكتومون، هذوك بوحدهم. دابا كان قبل تشات بوت كاين واحد زابليكاسيون اللي هما اللي كيجيريو لا سيليكسيون ديال لي سي في. اكزاكتومون، يعني دي مو كلي ياك. اكزاكتومون، بعض الكلمات اللي كيكونوا كيقلبوا عليها هذيك الشركه باش كتقلب عليها. بحال دابا نديروا شي اوفر ديال امبلوا اللي كنديروها في المواقع الاجتماعيه ومواقع كذلك اللي مختصه بالشغل. اللي كنغوسوا بزاف ديال لي سي في. هذه شحال كنا حنا كنديروا فات لا سيليكسيون ديال لي سي في كيجيك 100 200 1000 هادو في لي ريكروتمون دو ماس. لي ريكروتمون دو ماس دابا شنو ولا هادوك لي ريكروتمون دو ماس، ميم لي ريكروتمون فات ميم بوغ ان بوست ان سول بوست
كتدخل فواحد لوتي ديال سيليكسيون دي سي في تندخل فيهم كاع لي سي في وتندير واحد لي مو كلي اللي هو كيدير لا بروميير سيليكسيون باش الناس يفهموا بالضبط علاش كنهضروا، يعني خصوصا اللي كتكون مثلا شركه اللي جات غالبا كنلقاوها مع شركات اللي كتدخل المغرب مثلا وغادي تغكروتي بزاف ديال الناس، وهذا لي سي في اللي توصلوا لهذيك الشركه في بلاصه ما غيبقاو مثلا الناس بحالكم، هذه نورمالمون العمل ديالكم تيشوفوا سي في بسي في هذيك السيره الذاتيه وحده بوحده، وبعض المرات تيكون حتى مساله اختيار شخصي وسوبجيكتيفيتي. هنا سي لانتيليجونس ارتيفيسيال اللي كتكلف على حسب واحد المجموعه ديال الكلمات اللي خصها تكون في داك السي في باش تختار. اكزاكتومون كيديروا هما داك الاختيار اللي كنا كنديروها حنا لا سيليكسيون كنا كنديروها حنا، ولا دابا ان فيت لانتيليجونس ولا هذاك الذكاء الاصطناعي ولا هو اللي كيدير لنا لا بروميير سيليكسيون. يعني كيعطيك واحد المجموعه ديال السيفيات ديجا هي مختاره اللي هنا حنا كنحاولوا ندخلوا كذلك حنا اوتون كخبراء ندخلوا بور فير اون دوزيام سيليكسيون. مثلا بحال دابا ملي كنقولوا حتى مش مشيو ايتاب باغ ايتاب باش الناس يفهموا علاش كنهضروا، ملي كنقولوا مثلا هذيك لا سيليكسيون الاولى على حسب بعض الكلمات معينه لي موكلي يعني واش هذاك مو خصو يتكتب في لو سي في ولا ما يكونش؟ الوغ يقدر يكون كاين لي دو كات فيغور. اكزاكتومون يقدر يكون مكتوب في لو سي في ويقدر ما يكونش مكتوب في لو سي في. هكذاك حيت اون فيت هذاك لوتي كيدير هو غادي لا ليكتور ديال لو سي في. دونك دو كون ابل لانتيليجونس ارتيفيسيال تماما فوالا، دونك هو اللي كيمشي كيقلب على لو بروفيل اللي تنقلبوا عليه كيناسب على حسب المعلومات اللي عطيتو نتوما ديال لي ديبلوم ديالو ديال لي زيكسبيريونس ديالو وعلى حساب حتى لو بروفيل اللي عطيتو اللي بغيتو. exactly. مثلا كتقلبوا على هذا البروفيل هكذا ولا هكذا خص هذيك المعايير تكون كاينه في لو سي في. دونك درنا واحد لا بروميير سيليكسيون وعاد حنا كيعطينا لي سي في ديال داك لا بروميير سيليكسيون. الوغ شنو كاين؟ كاين كذلك سي سكون ابيل لو شات بوت. لو شات بوت جوستومون كيف ما فوالا كيما شرتي ليه قبيلات، هذاك لو شات بوت كاين واحد لابليكاسيون اخرى اللي تدخل اون كونتاكت ديريكتومون avec le candidat لانها كتشوف معاه الكفاءات ديالو، يعني بحال كدير واحد اون دوزيام سيليكسيون ديال لو سي في. كيفاش كتدخل ان كونتاكت بار ميل؟ كتدخل معاه في كونتاكت كان اون رونوج لو ميل ولا لو تيليفون. النيميرو ديال التليفون اون لو رونسين كيمشي لواحد لو ليان وهذاك لو ليان كيكليكي عليه وكيدخل افيك ان شات بوت اللي كيبقى كيتكلم هو وياه على لي كومبيتونس ديالو. يعني دابا شي ناس هكذا مثلا شي حدا غيكون كيتفرج فينا غيجي ان ابل تليفونيك اجيك واحد المكالمه هاتفيه، هذاك الشخص اللي كيهضر معك يقدر يكون شخص حقيقي بوغ ان ريكروتمون، يقدر يكون تشات بوت. دايوغ دابا هذاك لو شات بوت كنشوفوا دابا حتى في لي سيت انترنيت ديال لو كوميرس، شات بوت كيطلع معاك كيبقى يهضر معاك، راه ديغيغ راه سي لانتيليجونس ارتيفيسيال. سي لانتيليجونس ارتيفيسيال ولكن في لو ريكروتمون سي فغي كون ا دو مال ا ايماجيني، سورتو ان الانسان عوال على ديك الخدمه باش يعيش حياه مستقره كيهضر مع ان روبو كتجي شي شويه صعيبه. بلوس كو سا كنظن كاين حتى المقابلات. المقابلات الوغ دابا مازال ما وصلنا لهذاك عندنا في المغرب ولكن كان في ليستازوني كان اون اوروب راه وصلوا لهذيك الشرق الاوسط كذلك. اكزاكتومون الشرق الاوسط كذلك وصلنا لهذيك لونتروتيان فيا فيا تي فيا لي مواقع التواصل او لانتيليجونس ارتيفيسيال هي اللي كنشوفوا دابا هذوك لي الشخص اللي هو غير حقيقي غير حقيقي كيدوز معاك اونتروتيان بحال اون بيرسون اللي هذاك خبيره في الميدان اللي كيكون معاك يدوزك لي كيستيون لونتروتيان بحال جالسين افيك ان كابيني. الوغ وانت واحد الفكره غتاكديها لنا ولا لا، واش فعلا الناس اللي كيستعنوا بالذكاء الاصطناعي في اختيار الكفاءات مثلا لمناصب معينه يعني لا مارج ديغور تتكون قليله، واش فعلا انهم يقدروا يطيحوا في لي بون بروفيل باش يعني لهذاك المنصب المطلوب؟ دابا هذا هو حيت هذه الهضره المتداوله. دابا هذا هو المشكل اللي كاين اكطوالمون، هما ما نقولوش 100% كيجيب لك هذاك الشخص اللي مناسب للمكان المناسب. كاين واحد لا مارج ديغور، يعني ميم سي سي ان روبو كاين اون مارج ديغور. علاش؟ من بعد مي كتكون هذيك لا فاز ديال شات بوت الاخرى كنكون ديك الساعات حدا في المغرب مازال متداول بها ان يكون لونتروتيان فيزيك اللي كيفا فاليدي هذاك الشيء اللي داروا اون امون هذاك لو شات بوت ولا لانتيليجونس ارتيفيسيال. كاين لا مارج ديغور الي لا ولكن ماشي كبيره بزاف حيت كان دي ستاتيستيك اللي خرجوا لان لقاو بان 93% ديال لو بروفيل اللي كيتعطى هو لو بون بروفيل اللي كيقلبوا عليه. جوستومون لان هذه الهضره المتداوله دونك انت تو كونفيرم زعما بانه فعلا هذه الاستعانه كتعطي نتائج المرجوه. حاجه اخيره باش غادي نختموا هذه الحصه،
واش هادشي ماشي خطر على مهن بحال جوستمون لي كونسيي مثلا اغاش ولا لي كونسلتون في المجال ديال الموارد البشريه اولا مهن كثيره هكذا وحتى الجانب الانساني اللي مهم حنا اليوم بقدر ما كنهضروا على الانتيليجنس ارتيفيسيال بقدر ما كنهضروا على القيم في مجال العمل بقدر ما كنهضروا على الجانب الانساني اللي خصو يكون حاضر يعني بزاف ديال الحوايج واش ما غاداش دابا هذا هو المشكل دابا اللي كاين دابا ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي هو انت تنشوفوا عده بوست دو ترافاي بداو كينقرضوا حيت ولات الانتيليجنس ارتيفيسيال خدات واحد المكانه ولا في حياتنا الشخصيه ولا حياتنا العمليه خدات البلاصه ديال بعض المناصب اللي ولات دابا ما كايناش كاع المغرب باقي ما وصلنا لهاد البوان هذا ولكن كنشوفوا هادشي راه جاي عندنا المغرب حيت من هذاك اوروبا ولا ليزيتازوني ولا لا شين وصلوا لها ديجا انا ولا دابا غير لي ماشين كي اون رومبلاسي ان فيت الكابيتال هومان لومان غادي دائما يلقى ما يدير لان هنا كيجي الدور ديال لادابتاسيون لادابتاسيون كاين اوسي هذا كري دي نوفو دو بوست دو نوفيل شوز حيت دابا دي نوفو ميتي اي سي فري تيقول لك 33,000 مهنه كتمشي في غضون 10 سنوات و33 الف مهنه كتجي جديده دايوغ هاد الانتيليجون هذا اللي كنشوفوا دابا الارتيفيسيال ان شاء الله شفنا دابا جديد اللي خدا لواحد المكانه اللي هذه 10 سنين يمكن كنا كنقولوا كتكفينا حلمه فيلم ديال سانس فيكسيون لا اكزاكتومون الوغ هو واقع وما سخيتش بك لالا سناء يعني اكيد ان شاء الله غتكون حلقات اخرى وانت هذا التخصص ديالك والجميل انك بديتي كتبحثي في هذا المجال ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال والدور ديالها في مجال الموارد البشريه وسوق الشغل وسوق العمل دونك في حلقه اخرى غادي نتكلموا على هذا الموضوع شكرا ليك على الحضور ديالك شكرا لكم كذلك مشاهدينا الحسن المتابعه ديال اللقاء